السلام عليكم أعزائي الفلاوين، مرحبا بكم معنا توجور في قناة أهذا الثقة. أهذا الثقة كما عودتكم توجور نجيكم جديد، هذه الخطرة جبناكم جديد. هو الضيف تاعنا الفائز معنا كما يقولوا هو من برج البحرين، فائز معنا بلا شومبر سيران الملكة. الشومبرة هذه اللي كما يقولوا درناها لكم في المسابقة، والفائز تاعنا أو بين قوسين الفائزة هي الزوجة تاعو بوغارب. الله أعلم بوغارب، واش قلنا أخي على كما يقولوا الاستقبال؟ الله يعطيكم الصحة، يعني صراحة حاجة مليحة درتوها بيا، راني كونطون. يعطيكم الصحة. قولي اسكو كنت متوقع أنك راح تربح؟ هذه هي الحاجة اللي والله ما كنت متوقع، يعني صراحة قلت لها ما كانش يستنى في هذه الحاجة، باسكو كاين بزاف الناس اللي كانوا وكي قالوا لك بلي أنا ربحنا، اسكو صدق مباشرة ولا كان عندك شوية شكوك؟ ما قدرتش نستوعب، قلت بالك ماشي صح، بس كي شغل الحمد لله راك حاضر معنا. احنا واش نقولوا لك، تراك فائز بلا شومبر كيما يقول لك بها بالباك، والباك هذا واش فيه؟ فيه ماطلا سيمي كوفري بوف ماطلا دي ترونتا، زوج مخايد ومسند، ونزيدو نجيبوها لك حتى للدار ونزيدو نركبوها لك، وان شاء الله الزوجه من هذا المنبر توجدنا كما يقول لك فال صغير على الكادو هذا، على الفرحه هذه. واش راح نقول لك؟ بالبركه عليك يا خويا، مرحبا بك وصحابك لا فامي الجيران واش تقولهم؟ وصح والله غير ثقه، وراني جيت استقبلوني احسن استقبال، والناس ما شاء الله وثقه وما كان حتى مشكل. الله يبارك فيك، مرحبا بك، ميرسي بيان، يستاهل لا شومبر ويستاهل كل خير. الحمد لله يسهل الله، الله يبارك ما شاء الله. واش راح نقول لك بهذا المنبر الاخت؟ ابوني معنا، كثرينا من الجام، مازال كاين جديد، توجور عندنا جديد. انت يا واش عاد ما خسرتي والو، كما يقول لك الجام والاسم واللقب ومنا من كتعرفوا التفاصيل، وراح تكونوا ان شاء الله الفائزين. واش عطينا جديد؟ بالمناسبه راح تكون ثاني باذن الله مسابقه تاع عمره باذن الله هذا الاسبوع، ان شاء الله تكون مسابقه ان شاء الله الحاجه تاعي، ان شاء الله وتكون الام تاعي ان شاء الله فائزه في هذا العمره، وان شاء الله كاع نسيبتي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. واش راح نقول لكم؟ بالبركه عليك. السلام عليكم. الامانه تاعك وقتاش تكون عندك؟ هذا الاسبوع باذن الله، هذا الاسبوع مانيش خلينا نشوفوه في المنزل تاعو ان شاء الله. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.